بصفتي رئيس إدارة التمريض والقبالة بالإنابة في مؤسسة حمد الطبية، أفتخر كوني ممرضة قطرية. بدأ التمريض في دولة قطر في أواخر الأربعينات، وتم الإعلان الرسمي على أول مستشفى في دولة قطر كان بتاريخ 1957 ميلادي. طبعاً لما ابتدت المستشفى كان عندنا التمريض العام والقبالة، ما كان في أي تخصصات. بدأنا نلاحظ من آنذاك التطور في القطاعات الصحية وكذلك التمريضية، وشهدنا بداية التخصصات في مختلف المجالات بالنسبة للقطاع التمريض والقبالة. تلعب القيادات القطرية التمريضية دوراً محورياً في تطوير مهنة التمريض والقبالة، وذلك للنهوض بالرعاية الصحية في دولة قطر من خلال توفير دعم قوي للكوادر التمريضية وتحسين تأثيرهم من خلال الدعوة إلى وضع السياسات الاستراتيجية، وذلك خلال المشاركات والمساهمات مع منظمات الصحة العالمية وكذلك المنظمات المتخصصة بمهنة التمريض والقبالة لتلبية احتياجاتهم من التدريب، وفي نهاية المطاف رفع معايير الرعاية الصحية في قطر. التحديات التي يواجهها طاقم التمريض والقبالة في دولة قطر لا تختلف عن أي تحديات موجودة على المستوى العالم وكذلك الوطن العربي. وقد اهتمت وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية بهذه القضايا محلياً وإقليمياً وكذلك عالمياً من خلال دراسة هذه التحديات بالجهود التعاونية مع مختلف المؤسسات وتنفيذ مبادرات التوظيف والتدريب، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز توفير الرعاية الصحية عالية الجودة في المنطقة. أشجع الشباب للالتحاق بمهنة التمريض والقبالة لأنها مهنة العطاء اللامحدود، وخاصة أن احنا نقدر نوفر لهم الأمن الوظيفي والالتحاق بالتخصصات المختلفة في المهنة. انضموا إلينا للالتحاق بهذه المهنة الإنسانية.